في الوزن المفرط بس، ولا عشان هي قعدت سنين كتيره ما تتحركش، ولا ايه؟ والله هو طبعا سؤال وجيه جدا. هي طبعا الوزن المفرط او السمنه المفرطه دي بتبقى نسميها حتى سوبر اوبيزيتي، يعني سمنه اكتر سوبر طبعا. فدي طبعا نتج عنها امراض مصاحبه. إيمان تعرضت لجلطة منذ فترة أثرت بشكل كبير على كلامها، تسمع وتستجيب.